مقاطع المصورة الشعبية تيك توك الصينية يواجه خطر حظره في الولايات المتحدة بعد التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظره، مؤكدا بأن بلاده ليست دولة لعمليات الاندماج والاستحواذ، وهو ما يحرم شركة بايت دانس المالكة للتطبيق الاحتفاظ بحصة الأقلية في أعمال تيك توك. شركة بايت دانس وافقت على التخلي عن عملياتها الأمريكية فيما يتعلق بالتطبيق في محاولة لإنقاذ صفقة مع البيت الأبيض، لكن الأخير يصر على ضرورة خروج الشركة بالكامل وأن تتولى شركة مايكروسوفت مسؤولية تيك توك في أمريكا. وبين هذا وذاك تتواصل المفاوضات بين مايكروسوفت وتيك توك لحل المسألة، فيما تقدم عدد من مستثمري بايت دانس كشركتي سيكويا وجنرال أتلانتيك باقتراح لنقل ملكية تيك توك بالكامل إليهم بقيمة سوقية تقدر $50 مليار. وبينما تضاربت الأنباء عن نتائج تلك المفاوضات، حسمت مديرة تيك توك في أمريكا الأمر بقولها إن التطبيق باق هناك. واشنطن تشتبه إذن بأن منصة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية تقدم معطيات استخبارية إلى بكين من خلال البيانات الشخصية للمشتركين، وهو سبب سيدفع ترامب غالبا لإصدار مرسوم يقضي بحظر التطبيق لحماية ما يصفه بالأمن القومي.